ينضم إلينا من أمام معبر رفح من الجانب المصري الزميل أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية. أيمن، تحياتي لك. أرجوك يا أيمن، ضعنا في آخر التطورات، خصوصا إن كان يعني سمعتم من حيث أنتم متواجدون أي عمليات قصف أو استهداف إسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر. نعم عمرو، يعني في اليوم 20 بعد 200 ارتكب الاحتلال الإسرائيلي في هذا اليوم تحديدا 7 مجازر. هذه المجازر كانت متلاحقة وعلى مدار هذا اليوم، وتحديدا من بداية يوم أمس وصولا إلى غروب شمس هذا اليوم، كانت المعارك ضارية وبشكل كبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي مارست أقصى درجات العنف ضد المدنيين في فلسطين. وأن كنا نرصد ونتابع ونشاهد من هذه النقطة تحديدا ونسمع الأصوات بإطلاق الصواريخ وغير ذلك من القذائف المدفعية، وأيضا يعني شن غارات من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة رفح بشكل غير مسبوق. نتحدث بأن هذه الليلة تحديدا عادت للأذهان الأيام الأولى من الحرب بسبب ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوغل في المناطق الشرقية والجنوبية في قطاع غزة. نتحدث بأن الجيش الإسرائيلي كان أعلن بأن يعني الفرقة 162 ستقوم بمهمتها بالتوغل داخل قطاع داخل مدينة رفح الفلسطينية، وبالفعل رصدنا المجنزرات وغير ذلك من المدفعيات الإسرائيلية التي كانت تتوغل بجانب الحدود المصرية متجهة إلى منفذ أو إلى مدينة رفح، وقامت على أثره باستهداف البنايات التي كنا نسمعها وهي تتساقط فوق الرؤوس السكنية من هذه النقطة. مأساة كبيرة يعني عمري من هذه التوغلات التي تقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ولم تلتفت إلى النداءات الدولية لما تفعله من كارثة إنسانية تتسبب في مجاعة كبيرة، وتسبب أيضا في نزوح يعني حتى هذه اللحظة يعني نزح من مدينة رفح إلى المواصي وغير ذلك وصولا إلى شاطئ البحر من الجهة الأخرى ما نحو يعني 400,000 من سكان المناطق أو مدينة رفح، وهذا عدد كبير، ومنهم بالمناسبة أو أغلبهم لم تكن هي المرة الأولى التي ينزحون فيها من منطقة لأخرى، وهذه المعاناة. نتحدث أيضا في هذا الصدد وما قامت به يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات إجرامية على مدار هذا اليوم، ارتقى على أثرها 57 شهيدا وأيضا أصيب 82 جريحا، يعني منهم من تحول إلى مستشفى الكويتي، وهي المستشفى الوحيد بالمناسبة عمرو التي تعمل في مدينة رفح من الجهة الفلسطينية، وهي لا تقدم الخدمة العلاجية إلا بشكل محدود نظرا لمحدودية الآلات وغير ذلك من تقديم الخدمة العلاجية. نتحدث بأن كانت هناك مناشدات كبيرة من وزارة الصحة الفلسطينية بترضي الأوضاع في الجهة الأخرى وعدم توافر أي من المنشآت الصحية وغير ذلك المشافي التي تقدم الخدمة العلاجية نظرا للاستهداف الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي لهذه المنشآت وغير ذلك منها من تعطل بسبب نقص الوقود. نتحدث بأن هذا هو اليوم 8 على التوالي لم تنفذ أي من المساعدات الإنسانية إلى الجهة الأخرى بسبب عرقلة إسرائيل وقيامها باحتلال المنفذ من الجهة الأخرى، وعلى أثره لم تسمح بإنفاذ أي من المساعدات الإنسانية التي كنا نرصدها ونتابعها على مدار اللحظة في خلال الأيام السابقة، ولكن بعدما قام باحتلال هذا المنفذ منع وصول كل شيء حتى المساعدات الإنسانية التي يتطلبها الفلسطينيون في هذه المحنة. نتحدث بأن في فلسطين يعني نتيجة لهذه الحرب أصيب ما يزيد عن 80,000 جريح ومصاب، إضافة إلى بأن في هناك أيضا هناك 350,000 من أصحاب الأمراض المزمنة ينتظرون ويتأهبون لاستقبال هذه المساعدات الإنسانية تحديدا المواد العلاجية التي تساهم في مداواة جرحى. أشكرك يعني أيمن يعني على هذه المعلومات الوافية، ولكن هل ترى أيضا يعني كنت سألت زميلي أحمد أبو زيد هذا السؤال في ساعة سابقة، هل ترى اصطفاف لشاحنات مساعدات على الجانب المصري من المعبر حيث أنت متواجد الآن؟
نعم، هي الصورة التي اعتدنا عليها عمرو، ربما من هذه النقطة تحديدا وصولا إلى مدينة العريش التي تبعد نحو 50 كيلومتر، شاحنات المساعدات تتكدس على الطرق يمينا ويسارا، إضافة إلى الشاحنات التي تصطف في الأماكن اللوجستية التي خصصتها مصر لانتظار هذه المساعدات. نتحدث بأن بعض هذه الشاحنات تنتظر لقرابة 3 أشهر حتى هذه اللحظة، وكان يرجع هذا التأخير إلى العراقيل التي كانت تفرض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال إنفاذ هذه المساعدات، في إنفاذ أعداد كبيرة من هذه المساعدات كانت تقلل عدد وتيرة المساعدات التي تنفذ في الجهات الأخرى، وبالتالي هناك تكدس كبير يقدر بالآلاف من هذه المساعدات تنتظر وتتأهب للدخول إلى الأراضي الفلسطينية. وكنا أجرينا لقاءات مع السائقين لهذه الشاحنات، هناك إصرار كبير من السائقين على إنفاذ هذه المساعدات، وأيضا هناك صبر وتحمل على هذه المدة الطويلة حتى يتم إنفاذ هذه المساعدات. الجهود هنا في داخل منفذ رفح البري من الجهة المصرية على قدم وساق، هناك انتظار كبير داخل المنفذ وأيضا أمام المنفذ لعربات الإسعاف المتمركزة والمتأهبة على مدار الساعة، تحسبا لأن يسمح من الجهة الأخرى باستقبال أي من حالات الجرحى والمصابين التي كنا نتابعهم ونرصدهم على مدار اللحظة خلال أيضا ما قبل احتلال منفذ رفح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكانت تقدم لهم كافة أوجه الرعاية الصحية من قبل هيئة الإسعاف المصرية بشكل مبدئي، ومن بعد ذلك تحول هذه الحالات إلى المستشفيات المصرية التي تتأهب على مدار الساعة لاستقبال هذه الحالات. ولكن كل هذا عمر توقف بعدما قام يعني الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء وأيضا احتلال منفذ رفح البري من الجهة الأخرى، ومنع إيصال المساعدات من الجهة المصرية إلى الأراضي الفلسطينية، وأيضا منع استقبال الجرحى والمصابين. أعداد كبيرة ومعاناة كبيرة تنتظر يعني فتح هذا المنفذ من الجهة الأخرى من الجهة الفلسطينية حتى تتمكن مرة أخرى من العبور إلى الأراضي المصرية، سواء لتلقي العلاج أو أيضا للمسافرين وأصحاب الإقامات الذين يتخذون من هذا الشريان قبلة لهم في من الخروج يعني من المعارك الدامية من الجهات الأخرى. أشكرك شكرا جزيلا زميلي أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية من أمام البوابة المصرية لمعبر رفح، شكرا جزيلا لك.